سيدة الأمينة، إذا سمحتم ننتقل إلى تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول أعمالنا اليوم، ونبدأ بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. أرحب بالسيد الوزير، عندنا معه 7 أسئلة. السؤال الأول عن حقوق المنزوعة ملكيتهم لفائدة مشروع الطريق السيار للسيدات والسادة النواب والنائبات من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. نسائلكم السيد الوزير عن إجراءات العملية المرجو قيام بها لتعويض ذوي حقوق الأراضي المنزوعة ملكيتهم لطريق السيار رابط بين سطاس ومراكش، وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السادة النواب البرلمانيين. بداية بغيت غير نعطي واحد الفكرة سريعة جدا على هذه المسألة ديال نزع الملكية. في 2017 خصنا لها تقريبا 660 مليون ديال الدرهم، فيها ما هو مخصص لتنفيذ الأحكام وفيها ما هو مخصص لأداء التعويض الاحتياطي لنزع الملكية. وفي 2018 رفعنا هذا المبلغ المليار ديال الدرهم، 750 مليون درهم غادي نخصصوها لتنفيذ الاحكام القضائيه، و250 مليون ديال الدرهم لاداء التعويضات الاحتياطيه لنزع الملكيه. فيما يخص ما تفضلتم به السيد النائب، بالنسبه للمقطع ديال سطات صخور حمنا، تم ايداع المبلغ الكامل المخصص لنزع الملكيه ديال 760 قطعه ارضيه، تقريبا 61 مليون ديال الدرهم، وتم تسويه 90% من الملفات. بالنسبة للمقطع ديال صخور حمنا مراكش، 880 قطعة مبلغ 60 مليون ديال الدرهم تم إيداعه كاملا، وتم التسوية ديال 90% من الملفات باستثناء العقارات التابعة للجماعات السلالية، حيث تم تحويل 10.3 مليون درهم لفائدة وزارة الداخلية بعد التوقيع على عقود البيع. باقي بطبيعة الحال بعض القطع الأرضية اللي فيها تعرضات، ولكنها على كل حال تشكل نسبة قليلة، التسوية ديالها راهنة برفع هذه التعرضات. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، مثال ديال 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 الأراضي اللي ما تعوضوش نهائيا، قيادة البريكيين أقليم رحامنا وبلدية بن قريب، هادو جوج ديال 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 القيادات اللي ما تعوضوش نهائيا على الاراضي ديالهم لحد الان، هذا كمثال وشكرا. تعقيب سيد الوزير فيما تبقى من الوقت. تعقيبات اضافيه اسمح لنا السيد الوزير. تعقيب اضافي عن فريق العداله والتنميه. زير، ان العدل البطيء ظلم فاحش. عندنا بإقليم نواصر هناك مجموعة من ذوي الحقوق الذين انتزعت ملكية أراضيهم لفائدة إنجاز طريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش وبين مدينتي برشيد وخريبقة لفائدة إنجاز طريق السيار، ويتعلق الأمر بالجماعات التالية: الجماعات السلالية، العمامرة، العيايسة، العبسلاميين. وللأسف الشديد سيد الوزير أن من هؤلاء المواطنين من قضى نحبه، ومنهم من لا زال ينتظر وهو في أردل العمر. لذا نطلب منكم سيد الوزير التدخل قصد حل هذه الإشكالية، وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل سيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة. أنا تنعرف بأن هذا الموضوع موضوع يؤرق بطبيعة الحال الساكنة، ويؤرق السادة النواب اللي تحملوا مسؤولية ديال التمثيل ديال الساكنة، لكن أنا قلت عموما الحالات اللي تيوقع فيها التراضي وما تيكونش فيها مشكل، الناس تيتخلصوا في الحقوق ديالهم. بطبيعة الحال المواطنين عندهم الحق يمشيوا للقضاء، اللي تيمشي للقضاء هذيك مسطرة تكون متعلقه بالقضاء، حنا ملي تيحكم القضاء تنفذوا الاحكام. على كل حال ما يمكنناش ما ننفذوش الاحكام، لانه يمكن يتحجز لنا على الحسابات ديالنا. فيما يتعلق بالجماعات السلاليه كاين اشكالات، اقول واكرر، ليست مرتبطه بوزاره التجهيز والنقل اللوجستيك بالماء، لان هذه قضايا تيوقع فيها تعرضات، تيوقع فيها سوء تفاهم، تيوقع فيها
جدال ما بين ذوي الحقوق لما تتصفى وتوقع لنا عقود البيع حنا تنخلصوا. لكن انا ادعو السيد النائب، السيد النائب الا كان عندهم ملفات اللي هي كاينه اعطيوها لي نشوف. على كل حال انا عضو في الحكومه ممكن انا اتدخل في هذا الموضوع. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. سؤال ثاني في نفس القطاع عن وضعيه الشبكه الطرقيه القرويه للسيدات والساده من نفس الفريق، فريق الاصاله والمعاصره. تفضل. شكرا سيد الرئيسه. سيد الوزير، نسائلكم عن وضعيه الشبكه الطرقيه في العالم القروي والجبلي. جواب سيد الوزير. شكرا للساده النواب على طرح هذا السؤال. بطبيعه الحال يعني غني عن البيان ان الطرق القرويه اساسيه جدا في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للساكنه القرويه. انتم تتعرفوا اكيد، انا غير تنذكر بهذه المساله اننا لحد الان درنا جوج ديال البرامج وطنيه للطرق القرويه الاول والثاني اللي خلانا نديروا 26000 كيلومتر من الطرق بكلفه اجماليه بلغت 21 مليار ديال الدرهم، وتم رفع نسبه البلوج الى 80%. كان عندنا برنامج اخر اللي هو برنامج ديال التاهيل الترابي اللي كان فيه تقريبا واحد 2300 كيلومتر، هو كذلك وصلت فيه واحد النسبه ديال الانجاز مهمه. وكما سبق لي وقلت الان عندنا مشروع كبير اللي كنعلن عليه جلاله الملك اللي تيهم بطبيعه الحال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه، واللي غيتخصصوا 36 مليار ديال الدرهم على مدى 7 سنوات المقبله، واللي غيهم تقريبا 22000 كيلومتر من الطرق القرويه، 250 منشاه بكلفه اجماليه تقدر تقريبا بواحد 28 مليار ديال الدرهم. غيستافدوا منها 3.4 مليون نسمه من الساكنه القرويه موزعه على 73 اقليم، وتهم 859 جماعه و 7761 دوار. وغنضيفوا لها 8000 كيلومتر ديال الطرق القرويه المصنفه و 180 منشاه فنيه بكلفه اجماليه تقدر ب 8 مليار ديال الدرهم. ان عندنا البانيغ 1 بانيغ 2 الفماط ودابا البير دي تيش. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النواب. شكرا. تعقيب للسيد النائب تفضل. شكرا السيد الرئيس. انا غادي نعرب الشق المتعلق بالاهميه ديال الطرق لا نختلف، ولكن 40% من ساكنه العالم القروي رغم البرامج الاربعه اللي كاينه كاين اختيالات جوهريه على المستوى الحفاظ على ما تم انجازه، حيت هذه الطريق اللي بغينا نزوروها الان كلها اصبحت تؤثر سلبا على الولوجيه، لم تؤثر بالشكل المرغوب فيه، ما كايناش دراسه كتقول لنا الاثر ديالها الايجابي على الواقع ديال الساكنه. اكثر من ذلك في هذه الطرق المنجزه ما بين الحفره والحفره كاينه حفره، بمعنى ما دارتش واحد الميزانيه ديال الصيانه، وبالتالي هذا الرصيد الطرقي ديال كيضيع. الوزاره مطالبه مع باقي الفرقاء الجماعه الترابيه الى اخره باش يمكن، ولكن فاش كنطلعوا على الجماعه الترابيه ديالنا الغالبيه ديالها الامكانيات الماديه ديالها لا تسمح. واعطي نموذج هنا، اقليم تاونات، اقليم تاونات في مقدمه جبال الريف اتجاه الحسيمه كاين طرق كلها كتوصل نسب يعني ما بين اقليم واقليم وكتوقف، ما عندكمش في الوزاره رؤيه باش يمكن تكون انسيابيه التواصل ما بين الاقاليم، ما بين تاونات والشاون. نعطيك جماعه الرطبه، جماعه سيد الحاج محمد، جماعه سابوده، جماعه ودكا، جماعه مزقانه، جماعه سيد المخفي، كلها جماعات اللي جايه في واحد المناطق اللي هي رغم المجهودات اللي دارت ولكن العزله مازال فيها. كيفاش بغينا نتحولوا الى اقتصاد صاعد وجزء من ساكنه العالم القروي في هذا الوطن لا تساهم بما يجب في خلق الثروه، في الاستفاده من الثروه، في الاستفاده من المشاريع المهيكله الكبيره اللي كاينه في بلادنا في الواجهه البحريه، وبالتالي خاص يكون منظور يمشي في الاتجاه ديال المشاريع الكبرى المهيكله نربطوها بعمق. شكرا. انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي بخصوص هذا السؤال؟ اذا تعقيب. تفضل السيد النائب من الفريق الحركي. شكرا. سيد الوزير، كما تعلمون فان انجاز الطرق والمسالك القرويه من طرف الجماعات يفرض عليها اللجوء الى عقد شراكه مع الدوله طبقا للفصل 87 من القانون المنظم للجماعات، غير ان المصالح ديالكم واخص بالذكر المديريه الاقليميه لتجهيز بتاجة ترفض الدخول في الشراكه مع هالجماعات، علم ان الدور ديالها كيقتصر فقط على التتبع وتقديم المساعدات التقنيه. معلله ذلك
بعجزها على توفير الموارد البشرية اللازمة لذلك. وهنا أسألكم سيد الوزير، واش ترون من المعقول بأنه مصالحكم الخارجية ترفض تقديم هذه المساعدة التقنية للجماعات من أجل إنشاء مشاريع من شأنها فك العزلة على المواطنين؟ وشكرا. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل سيد الوزير. في واحد المسألة إلى سمحت لي سيد النائب، طرق القروية الإنصاف لبلادنا، برنامج الأول الثاني تأهيل ترابي، ودابا عندنا برنامج تقليص فوارق. إلا جمعنا هذا الشيء كامل حنا تنتكلموا تقريبا على واحد 55 حتى 60 مليار ديال الدرهم. فيما يخص وزارة الجيز والنقل واللوجيستيك، ما تيمكن ليناش نتكلموا إلا على الطرق المصنفة، وأنت تعلم هذا السيد النائب. حنا عندنا إشكال اللي خصو يتعالج، هو أننا لما تنبنيو، حيت حنا درنا هاد المشاريع ديال الطرق القروية، يفترض أن اللي غيسهر على الصيانة ديالها هو الجماعات الترابية. الجماعات الترابية خصكم عندها الإمكانيات. اللي يمكن دير وزارة الجيز والنقل واللوجيستيك الآن هو أنها تمد يد العون فيما يتعلق بالدراسات وفيما يتعلق يعني بالمواكبة التقنية. القضية ديال الآثار على هذا الشيء، مجلس النواب الآن يبدو كان غيديرها غدا، يمكن أجلها، غيتناقش الآثار ديال البرنامج ديال الطرق القروية الثاني. وظهر لي يعني إجمالا الآثار كاين، ولكن مزيان أن انتهى الوقت سيد الوزير. السؤال الثالث متعلق ببناء الطرق بالمناطق الجبلية والنائية للسيدات والسادة من فريق الحركي. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير، نحطكم علمان على أنه عندنا عدة مكتسبات كطرق جهوية والإقليمية والوطنية. طريق الوطنية 410 ما يشوفش شاون كثر كبير، تعطل الإنجاز الثاني. المواطن لما كيوصل إقليم الشاون كيحس على أنه كاين إقليم آخر، ما هوش في الوطن واحد. كذلك طريق إقليمية 403 بوجديان زعورة مولى عبد السلام المشيش، تعدد ملاير وسمحتوا فيها الآن عدم الصيانة ديالها. وكذلك مدينة قطر الكبيرة سيد الوزير، كما تعلم القنطرة من اللي خلاها سباليون، خصنا نحافظوا على المكاسب ديالنا اللي هي ذات صبغة وطنية، ونعملوا قاطعة مع المعالم الاستعمارية. القنطرة من اللي خلاها سباليون وغوتنا عليها مرارا سيد الوزير، وطرحنا عليك نتمنى تاخذها بعين الاعتبار. وكذلك الشطر الثاني ديال العوامرة قصر كبير العريش، راه كيعرف واحد بطء عدم الاشغال. عندكم واحد المدة معينة ديال انجاز المشروع، كتشوفوا لحد الان الانجاز ديالها معطل. كنطلب منكم كذلك اسرع بالوتيره ديال الاشغال. وشفنا الاخوان ديالنا كيفاش انهم معزولين من منطقه الاطلس، عدم الاهتمام بوزاره النقل والتجهيز بهاد الناس، لانها كتحمل جزء من المسؤوليه. كنطلب منكم كذلك تعتنوا بهذه المناطق الجبليه والشبه الجبليه، لان هذا راه مشكل سيد الوزير. وما نبقاوش نعطوا غيرنا غير المناطق اللي هي حضاريه، الدار البيضاء الكبرى وطنجه الكبرى وميناء، ولكن منين يمشوا العالم القروي راه باقي كيحشم على وجه سيدنا، باقي ما نمشيش نتفض وجهنا. ولذلك نطلب منكم باش تاخذوا معنا الاعتبار هاد الشريحة من الناس اللي ساكن في البلديه اللي ما عودوش عندنا المدينه يعملوا لنا مشاكل. ولهذا كنشوف الوزاره ديالكم سيد الوزير غايبه على هذا التتبع، وكنطلب منك باش يمكن تاخذوا معنا الاعتبار. جاو نقطه نظام سير، تفضل. لا، غير بناء على الملاحظه اللي دار السيد الرئيس بوان في حق الاتحاد الاشتراكي، كنلاحظوا ان السيد النائب ما كملش الاجل ديال 20 يوم، وبناء على سؤالنا غير نقبل شكلا نفس الملاحظه اللي كان وجه النائب بوان للفريق الاتحاد الاشتراكي، كنعاود ناكدها من جديد، وكنت تنتظر بوان يعاود يدير نفس الملاحظه وما دارهاش. شكرا. جواب السيد الوزير، تفضل. جواب السيد الوزير على السؤال. هذا راه سؤال يلا اطرح السؤال، خليه السيد الوزير يجيب، وبعد ذلك غنعطيو التعقيبات الاضافيه الا سمحتوا. نقطه نظام عند السيد الرئيس، اسمح لنا السيد الوزير. السيده الرئيسه، ما نبقاوش نسمعوا بحال هاد الملاحظات اللي هي كتستفزنا في الحقيقه. السيد النائب هو نائب برلماني كامل العضويه وكامل الشرعيه، وكيصوت في اللجان وفي البرلمان، ونجيو اليوم نناقشوا واش عنده الحق يطرح السؤال ولا لا، واش كمل 20 يوم ولا لا، واش بالغ ولا ما بالغش. هذا الكلام. شكرا.
لا شوف بخصوص هذه الملاحظة، الله يخليكم الله يخليكم سيد النائب، هذه الملاحظات التي تثار في عمق النظام الداخلي، الجميع يعرف أن النظام الداخلي الأسئلة اللي كتمشي للحكومة كتمشي بأسماء النواب، والدستور يحدد 20 يوم، شي مرات الحكومة كتساعد كتمشي الأسئلة في أقل من 20 يوم، وبالتالي النواب اللي كيجيو من بعد كيكون ما كانش الأسماء ديالهم واردة في الأسئلة، ولكن لأننا كنتعاملوا بمنطق رؤساء الفرق وهذا فكتدوز هاد المسائل ما كيلاش نبقاو. تفضل السيد الرئيس السيد الوزير للجواب، وما يتقلقش السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. اولا بطبيعة الحال السيد النائب برلماني من حقه انه يعبر على وجهات النظر ديالو. خليو السيد الوزير يجيب. ايوا السيد السيد النائب غير جلس من حق غير جلس. الله يخليك. دابا انا مازال ما كملتش كاع. ماشي بهذا الاسلوب. مازال ما كملتش. انا اللي كنتراس هنا وكنقول السيد الوزير عطيتو الكلمه يجاوب. مازال ما عرفتوش كاع اش غنقول. تفضل السيد الوزير تفضل في الجواب. انا بغيت غير نقول السيد الرئيس ان السؤال اللي قدمه السيد النائب ماشي هو السؤال اللي عندي. طيب ما كاين باش هاد الشيء السيد النائب الا بغيتيني نجاوب عليه طرحوا لي قول لي ودي الاقليم ديال القصر انا نجاوبك. مسألة ثانيه، مع ذلك السيد النائب انا استفزني في كلامك شيء بغيت نجاوب عليه مره واحده. لما استقلت المملكه المغربيه كان عندنا 10000 كيلومتر ديال الطرق، الان عندنا 58000 كيلومتر. لما استقلت المملكه المغربيه ما كانش عندنا الطريق السيار، الان عندنا 1800 كيلومتر. لما استقلت المملكه المغربيه ما كانش عندنا الطرق السريعه. رجاء هذه القضيه هذه ديال الاستعمار ومخلفات الاستعمار راه غير صحيحه. بلادنا حققات. لما تنتكلموا على الطرق القرويه انا تكلمت راح تتكلموا على 55 مليار ديال الدرهم. نسبه الولوجيه غتجاوز بهذا البرنامج اللي غادي نديروا ان شاء الله اللي خصنا له 36 مليار ديال الطرق اغلبها طرق قرويه. وعطفا على داك الشيء اللي قال السيد النائب باش ما يصبحناش المشكل ما بين الطرق القرويه والطرق المهيكله المصنفه، درنا احنا واحد البرنامج باش نلاقيو هاد الطرق مع الطرق المهيكله. فاذا بهاد البرامج كلها بلادنا دارت واحد الجهد كبير جدا، وحنا ان شاء الله غاديين جميع ما تبقى غنوصلوا ان شاء الله نوصلوا ليه بطبيعه الحال بالتعاون مع جميع الفرقاء والشركاء. شكرا. هل من تعقيب اضافي عند تفضل السيد النائب فريق الاصاله والمعاصره. الوزير السيد الوزير الوزاره كتبرمج المشاريع وكدير برامج، ولكن امام تعثر المصادقه على الصفقات البرامج راه ما كيتمش التنفيذ ديالها في حينها. وكمثال طريق الرابطه بين الغربيه والوالديه باقليم سيدي بنور سبق لنا طرحنا فيها سؤالين السيد الوزير، ولحد الساعه لم تصادقوا على هذه الصفقه اللي كان سطح الاضريفه شهر 3/2017، ولحد الساعه لم تخرج الى حيز الوجود. وحنا كنعرفوا هاد التعثر في المصادقه وعدم تنفيذ المشاريع في حينها راه كيتولد عليه احتقان وغليان داخل المدن المغربيه. بغيناكم السيد الوزير باش تعيدوا النظر في هذه المصادقه على الصفقات والاسراع في المصادقه على الصفقات حتى تخرج في حينها. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضل السيد الوزير اذا كان عندكم شي تعقيب. لا هو هذه القضيه ديال التعثر يمكن تكون حاله ولا جوج، ولكن اذا كان هذا التعثر باستمراري وكيفاش درنا لهاد الطرق بنيناها وديناها وكذا. دابا اذا كان هذا واحد الموضوع معين نقولوا لي كاينه غير واحد المساله انا قلتها دائما وتنعاود نقولها وكان فيها عطف على 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 السيد النائب فيما يتعلق بالشراكات. احنا دايرين شراكات مع الجهات، دايرين شراكات مع الاقاليم، دايرين شراكات مع الجماعات. اسمح لي اسمح لي. مين تيكون مشكل عندنا واحد العدد ديال الحالات متعثره بسبب ان الشركاء ما تيدفعوش الاقساط ديالهم، وهذه راه كاين فيها المخلفات ديال البرنامج الثاني ديال الطرق القرويه والبرنامج ديال التاهيل الترابي. وانا مع ذلك فتحت الباب واخا كاين بعض البرامج سالت تنقول اذا كانوا الجماعات الترابيه مستعده تدفع الحصص ديالها احنا مستعدين اننا نحلوا هذه الاشكالات. شكرا. شكرا. سؤال موالي عن تأهيل وتوسيع الطرق الإقليمية والجهوية للسيدات والسادة النواب والنائبات فريق التجمع الدستوري. تفضل سيد النائب.
شكرا سيدة الرئيسة. من الملاحظ أن حالات بعض الطرق الإقليمية والجوية في عدة أقاليم تطلب تدخلا عاجلا من طرف وزارتكم سيد الوزير، خاصة الأقاليم ذات المساحات الشاسعة مثل إقليم طاطا. إذا نسألكم سيد الوزير عن استراتيجياتكم في توسيع وتأهيل الطرق الإقليمية والجهوية بالأقاليم. تفضل سيد الوزير. بالنسبة لإقليم طاطا، هذه السنوات الأربع اللي مضات تقريبا 680 مليون ديال الدرهم، 68 مليار ديال السنتيم، اللي عندنا مبرمج 2018 تقريبا 256 مليون ديال الدرهم، إذا حوالي 26 مليار ديال السنتيم، تقريبا مليار ديال الدرهم في إقليم طاطا، فيها البناء والتهيئة، فيها الصيانة وتأهيل الطرق، فيها إصلاح أضرار الفيضانات، فيها بناء وصيانة المنشآت الفنية. وأنا عندي هنا التفاصيل، وأنا شاكر السيد النائب لأنه طرح المسألة يعني فيما يتعلق بطاطا جميع الامور اللي دارت. بطبيعه الحال انا استقبلت بعض الممثلين ديال طاطا، هناك بعض الامور غنعالجوها هي اضافات، لكن هذا كله تيبين بانه في هذه الخمس سنوات دار جهد تقريبا ديال مليار ديال الدرهم، وهو جهد كبير بالنسبه لاقليم واحد. شكرا. شكرا. تعقيب سيد النائب. شكرا سيدي الوزير على الجواب ديالكم. بالفعل الاقليم ديال طاطا استفاد في البرامج اللي مرت هذه السنوات، وكنشكر المصالح العامله بالوزاره على المجهودات اللي كيقوموا بها على الدوام. لكن سيد الوزير وتير انتباهكم ان وضعيه الطرق الاقليميه والجهويه والوطنيه بالاقليم ديال طاطا في وضعيه تستدعي التدخل نظرا لشساعه ديال الاقليم، وهذا ما ينعكس عليها. لذا نلتمس منكم اتخاذ الإجراءات من أجل العمل على بنائها وتقويتها وتوسيعها، مثل طريق الجهوية 102 الرابطة بين فم الحصن وبو زكرن، والطريق الإقليمية 1800 الرابطة بين تليت وأقيغان، والطريق الرابطة بين تيزغت ودودرار، والطريق الرابطة بين أيتوابلي وتادكوست. بالإضافة سيد الوزير إلى ذلك أن هناك قنطرة حديدية مؤقتة في الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين طاطا وتارودانت، والتي تم إنشاؤها سنة 2014، وهذا ما ينعكس على أسعار بالإقليم حيث لم يسمح للشهر. شكرا سيد النائب. شكرا، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل سيد النائب فريق العدالة والتنمية. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، مشكل الطرق في المناطق الجبلية وتأثيرها على السياحة، وأخص بالذكر إقليم فرن الذي يستقبل ما فوق 160 ألف سيارة يوم السبت والأحد، خصوصا في موسم الثلوج بحال هذا الموسم هذا، بسبب ما يخلق مشاكل كثيرة بسبب الازدحام ناهيك عن الحوادث السير. سيد الوزير، أين هو مشروع الطريق السريع رقم 13 بين الحجب وأزر؟ وشكرا. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ لا؟ تفضل سيد الوزير إلى عندكم تعقيب. بالنسبة لطاطا، توسيع وتقوية ديال الطريق الجهوية رقم 102 على 36 كيلومتر، وبالنسبة للإقليمية 1800 اللي على 53 كيلومتر بكلفة ديال 150 مليون درهم، هذا غيدار في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية. بالنسبة لهذيك القنطرة اللي قلت لي، أنا أخذت بها علما ووعدت بأننا يعني سنجد لها حلا إن شاء الله في القريب العاجل. بالنسبة لهذه القضية ديال التثنية ديال الطريق، على كل حال هذا أمر طرح علي الآن. بطبيعة الحال لدينا بعض الأولويات، ولكن هذا أخذنا به علما وسنرى إن شاء الله تعالى. شكرا سيد الوزير. سؤال الموالي عن فريق الأصالة والمعاصرة حول الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير، نسألكم عن إجراءات متخذة من قبل وزارتكم بغاية التقليص والحد من أضرار الناجمة عن تساقطات الأمطار. شكرا. كان مشكل في الصوت. تفضل سيد الوزير. تفضل. هذا واحد الموضوع بطبيعة الحال لوزارة الجيز والنقل واللوجيستيك يعني تعطيه كامل الاهتمام.
عندنا مرحلة الاستعداد تتبدا في شهر يونيو كل سنة، بطبيعة الحال فيها واحد العدد ديال الأمور تترتب صيانة إصلاح الآليات، تعبئة الموارد البشرية، تنظيم فرق التدخل. عندنا مرحلة ديال التدخل في أثناء الموسم الشتوي، وهذه تتهم بطبيعة الحال فتح الممرات والطرق والمسالك وإزالة الأوحال والأتربة. والدعم اللوجستيكي، عندنا أسطول مكون 956 آلية، وهذه السنة 2017 عززنا هذا الأسطول بحوالي 23 وحدة بغلاف مالي قدروا 47 مليون ديال الدرهم. ودرنا واحد مجموعة الأمور اللي مرتبطة بالتواصل والإرشاد، وآخرها وضع رهن إشارة المواطنين، تطبيق ديال طريقي ماغوت اللي تيعطي على مدار الساعة مواقع نقاط الانقطاع على الخريطة الوطنية. شكرا سيد الرئيس. تفضل سيد النائب التعقيب. سيد الوزير، السبب الذي جعلنا نطرح هذا السؤال حينما وجدنا مجموعة من الطرق الوطنية التي تعتبر شرايين المغرب تنقطع، وكانت توجهات الحكومة ما قبل السابقة رغم إمكانيات المحدودة كانت تحرص على أن تبقى هذه الطرق مشتغلة. ومن بين هذه الطرق التي تعتبر شرايين والتي انقطعت نذكر الطريق الوطني رقم 9 الرابطة بين ورزالة مراكش عبر مرتفع تشكا، والطريق الوطني رقم 10 ميدلت وإفران، والطريق إقليمية 4704 انقطعت تقريبا 24 ساعة تربط ما بين مولي عبد السلام وجامعة الحمراء إقليم قيادة بني حسن إقليم تطوان عبر مرتفع دوار بني ليت، وكذلك عبر مرتفع دوار تينزا، وكذلك الطريق الظلال دمنات وقس على ذلك. بالإضافة إلى الطرق الوطنية هناك طرق جهوية إقليمية التي لا تقل أهمية عن طرق الوطنية، وهي بدورها تكون استمرارية الطرق الوطنية. ثم هناك بعض منشآت الفنية والقناطر القديمة والتي كذلك تتعرض للفيضانات، كما أن هذه الفيضانات تغمر بعض المدن، ومن هنا أذكر بالفيضان التي تتعرض لها بعض الأحياء بتطوان، وكذا أعمدة الإنارة التي تسببت في وفاة أحد المستشارين بجامعة تطوان بتسبب تقصير الشركة التدبير المفوض لها التطهير السائل، وكذلك جامعة مقصرة في مراقبة هذه الشركة. والغريب في الأمر لم يتم إصلاح هذه المنشآت الكهربائية الغير مرتفعة عن السطح الأرض التي غمرتها مياه الأمطار، والأدوات إلى إتلافها وانقطاع الكهرباء عن المواطنين، وكذا صغر القنوات الصرف الصحي. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل سيد الوزير، ما عادش عندك شوية الوقت. سيد النائب، ما فهمتش هذه القضية ديال الحكومة ما قبل السابقة الطرق ما كانوش تيتقطعوا، دابا ولاو تيتقطعوا. وزارة جيز ونقل لوجيستيك هي وزارة جيز ونقل لوجيستيك، الجهد اللي دار في هذه السنوات جهد كبير جدا، والمحاور الطرقية اللي تعمرت بالثلج الحمد لله كلها كنا تنفتحوها على قدم وساق. وبالمناسبة هذه فرصة نترحموا على السائق اللي توفى وهو يمارس واجبه في إزاحة الثلوج، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة. والأسطول أنا قلت لك تعزز السنة الماضية ب 23 وحدة فيها 47 مليون ديال الدرهم، ودرنا هجة ديال التطبيق. وإذا شوية الإنصاف، راه الإنصاف مزيان على كل حال، لأنه يفيد بلدنا في أن يزيد إلى الأبد. هذه القضية ديال ما قبل السابقة بحال كرونومتري، وهذا غير صحيح. شكرا سيد الوزير. سؤال موالي لفريق العدالة والتنمية عن مدى احترام أرباب المقالع لدفاتر التحملات وقانون المقالع. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير، يعج التراب الوطني بمختلف أنواع المقالع يفترض أن يحكمها قانون المقالع 27-13، غير أن نظرة سريعة إلى الواقع تبين عدة خروقات يرتكبها العديد من مستغلي مقاعي الأحجار والرمال والرخام وغيرها، خروقات بيئية ومالية ضحيتها الإنسان والبيئة بصفة عامة، فضلا عن عدم انعكاس هذه الثروة ثروة المقالع إيجابا على أوضاع الساكنة والساكنة المجاورة والفقيرة. لذا نسألكم السيد الوزير عن الإجراءات العملية العاجلة التي تنوون اتخاذها قصد مراقبة المقالع وإلزام مستغليها على احترام دفاتر التحملات وقانون المقالع عموما. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا سيد النائب. أولا بالنسبة للمقالع، سيد النائب تحدثت على المرحلة الحالية فيما يتعلق بالمقالع، عندنا
ما قبل 30 نوفمبر 2017 وما بعد 30 نوفمبر 2017. 30 نوفمبر 2017 اللي خرج فيها المرسوم التطبيقي للقانون ديال 27/13. الان نحن بصدد تنزيل مقتضيات هذا القانون، ما كاين لا اجراءات عاجله ولا اي شيء من هذا القبيل. هذا واحد الملف معقد جدا، في واحد العدد الاشكالات. القانون في حد ذاته قفزه نوعيه، لانه نسخ مقتضيات ديال القانون السابق، حدث واحد العدد المقتضيات على مستوى العملات والاقاليم والمستوى المركزي، ودخل واحد العدد ديال الامور اجباريه تقنيه اللي غتخلي هذا الملف هذا يكون متابعا بشكل حثيث، وما يكونش فيه بطبيعه الحال الريع اللي كان فيه سابقا. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب؟ تفضل سيد النائب. سيد الوزير شكرا، كلامكم يطمئن ويجعلنا نطمئن الى انكم سوف تنزلون اقصى العقوبات في حق من يتلاعبون بتفاصيل التحملات والقانون 27/13 بصفه عامه. غير ان نظره الى هذه المقالع لا نعمم، هناك مقاولات مواطنه. نظره سريعه تبين بان هناك في الحقيقه فوضى من حيث الحق ضرب البيئه وبالصحة وبالساكنة عموما المجاورة لهذه المقالع. لا يتم التصريح بالكميات المستخرجة فعليا، التهرب من أداء الواجبات المستحقة للجماعات المحلية على قلتها لتبقى الساكنة على ضعفها. كذلك السيدة الوزير، فيما يخص دائما هذه المقالع، هناك مقالع تعدت الحيز والمجال المعد لها لاستخراج لاقتلاع الأحجار أو الرمال أو غيرها. نموذج شتوكا إتباها، مساهمات هذه المقالع كلها 30% من المداخل ديال الجماعة، في حين معمل إسمنت لوحده 70%، في إقليم إنزقان أي تملول، عملة إنزقان أي تملول في تمسية تحديدا، هناك شركة عملاقة تعدت مجال المقلع لتلتهم 70 هكتارا من حولها بأشجارها وبأراضي الفلاحية وكذلك موروث بيئي. مطلوب سيد الوزير أن تعجلوا بإفادة اللجان للتقصي في مدى احترام الوقت. سيد النائب شكرا. هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا السؤال؟ تفضل سيد الوزير. لا، هو غير نطمئنك السيد النائب، المقتضى القانون ديال 27/13 يلزم ويخضع جميع انواع المقالع للدراسات ديال التاثير ديال البيئه، اذا غتخضع للمقتضيات ديال القانون 12/03. وهذا بطبيعه الحال رتب واحد المجموعه ديال المستويات اللي غيكون فيها هذا الشيء اللي قلتي ديال ترتيب العقوبات اللي ترتبها القضاء، ولكن الان كاينه مسطره واضحه والمتدخلين اصبحوا واضحين، لان اللي كان من قبل كانوا كثره المتدخلين وما كانش امكانيه لدى المراقبه وما كانوش خاضعين للمقتضيات ديال الدراسه ديال التاثير على البيئه. وان شاء الله حنا غادي نبداو في هذا الشيء وغنشوفوا هذه العمليه باذن الله كيف ستمر ان شاء الله تعالى. شكرا. شكرا سيد الوزير. سؤال موالي عن وضعيه الطرق بعد التساقطات الثلجيه وفك العزله عن المناطق المتضرره. سيدات الساده النواب من فريق الاستقلالي الوحده التعادليه. سيد الرئيس، السيد السادة النواب، ما هي التدابير المتخذة بالنسبة للمناطق المحاصرة من جراء الثلوج؟ سيد الوزير. هذا بطبيعة الحال أول حاجة كانت دارت على إطار توصل وزارة الجيش نقل ولوجيستيك بالنشرات الإنذارية ديال مديريات الأرصاد الجوية، خاصة ما بين 4 فبراير إلى غاية 12 فبراير. وبطبيعة الحال أصدرنا بلاغات للمواطنين، ولكن كاين واحد العدد ديال الأمور بطبيعة الحال دارت اللي كنت تكلمت عليها في السؤال السابق، الإعداد العادي. لكن هاد السنة هذه تقريبا كانت عندنا حوالي 5880 كيلومتر من الطرق الوطنية والجهة والإقليمية، منها 102 كيلومتر كانت في الخميسات و54 في أكادير داو تنان، 21 كيلومتر تابعة لإقليم عالج، بمعنى توسع المدى ديال الثلوج. اذا هذه كلها اشتغلنا فيها، الان تم فتح جل المحاور، بقي عندنا واحد 7 المقاطع جهويه واقليميه نحن بصدد فتحها، وكاين طبيعه الحال بعض العمليات معقده بحال هذيك القضيه ديال الرحال اللي كانوا في الجبال اللي تستلزم بوحدها استلزمت تقريبا 4 ايام ديال العمل المتواصل. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد النائب.
كنشكرك على التوضيحات هادو. كان وبدورنا حتى حنا كنواب كنشكروا اطر واعوان قطاع التجهيز اللي رغم المجهودات اللي كيقوموا بها وخاصه في الاقاليم الاطلس وخاصه الاقليم الحاج بدون امكانيات بشريه ولا اليات جراء التساقطات الثلجيه والرياح القويه الاخيره التي نتج عنها تساقط الاشجار وانقطاع الكهرباء وكذلك حادثه مميته في الاقليم ديال الحاج. امام غياب مديريه التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء اللي كنا سيد الوزير كنا كنطالبوها باحداث هذه المديريه وها نحن كنطالبوها وسنظل نطالبها حين تنفيذ هذا الطلب. وفي هذا السياق نطالب الحكومة بجعل المناطق المتضررة مناطق منكوبة من أجل تعويض الساكنة عن ما لاحقها من أضرار. شكرا سيد الوزير. شكرا. تعقيب إضافي فريق العدالة دابا نعطي المعارض. تفضل فريق العدالة والتنمية وبعده ولا واخا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا في البدايه باش نشيدوا بالمجهودات ديال الفرق ديال التدخل لازاحه الثلوج، ولكن هذا الثلوج طبعا كنعرفوا كلنا بانها استثنائيه ولا بد لكل وضع استثنائي من حلول استثنائيه. السيد الوزير اللي كنطالبوا به في هذا السياق هو تدعموا الحظيره ديال الاليات ديال ازاحه الثلوج وبالخصوص في المناطق الجبليه والمديريات الجديده اللي تحسات بحال تنغير كنموذج. لكذلك كنطلبوا به التوزيع الجغرافي باش يتدرس مسبقا باش تكون الاليات قريبه للمناطق تدخل. ونقطه اخيره، لابد من ايصال الاعلاف الماشيه قبل فوات الاول. وشكرا. تفضل سيدنا فريق الاصاله والمعاصره. سيد الوزير، التغيرات المناخيه ولات امر واقع ولم تعد استثناء، ولهذا السيد الوزير ما يمكنش لنا نتعاملوا معاه لحد اليوم بلجنه اليقظه. انتم كتهضروا على السيد اللي توفى الله يرحمه، انا كنزيدك بان السيد عامل شيشاوا راه هزوه حكومه نهار الخميس اليوم مازال ما فاقش. يعني ملي كيكون الضغط ديال التعليمات والضغط ديال الساكنه بدون امكانيات خصنا نفكروا يا اما نديروا وكالات يا اما نديروا دي مارشي كادر لهاد الناس باش السنه المقبله يلقاو باش يتعاملوا، لانه كتعطيو التعليمات هاد الناس ما عندهمش. السيد الوزير، المندوب ديال التجهيز كيطلع كتعيط لشخص في الاخير ما عندوش امكانيات لا ماديه لا 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 لا, 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 لا. وشكرا. شكرا. تعقيب فريق الاستقلالي تفضل. بعد التساقطات الثلجيه السيد الوزير في اللي عمت مجموعه معينه من مناطق المغرب، نذكر لك مثال اقليم خنيفره، كنسالك السيد الوزير عن التدابير المتخذه لمعالجه الطرق باقليم خنيفره، خاصه الطريق الرابطه بين خنيفره وعين لوح عبر اجدير وعيون مربعه. ولتذكير السيد الوزير مزيان ترحموا على الاموات، ولكن ما تنساش المغاربه راهم ماتوا، هما راه كاين جوج في الحسيمه واحد في الشيشاوه، لازم علينا نترحموا عليهم كاملين. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد الوزير تفضل. الله يرحمهم جميعا. انا تكلمت على الفائق اللي عندي، يعني وفاء لهاد الناس اللي كانوا تيشتغلوا يوميا وتينعسوا ساعتين المكانه في الليل، واللي خص الناس يراعيوا لهم ويراعيوا الظروف ديالهم. طبيعة الحال انا ما في علميش، والا لكنت ترحمت على الجميع. نسال الله عز وجل أن يتغمد الجميع بالرحمة ديالو. بطبيعة الحال هذه كلكم تتقولوا هذه ثلوج استثنائية، وحنا تعاملنا معها بشكل استثنائي. بطبيعة الحال هذا الذي وقع سيكون له ما بعده، لأنه السنوات الفارطة ما كانش عندنا هذه المقاييس ديال الثلوج. أنا تكلمت على بعض الأقاليم اللي حتى هي دخلات في هذا المدى ديال الثلوج. لكن نعود على بدء، راه أحد النواب قال على وزارة الجيز والنقل، فرق وزارة الجيز والنقل، وأنتم ترون ذلك في القناة الأولى، اغلب المتدخلين يعني من وزاره الجيز والنقل بطبيعه الحال بمعيه المتدخلين الاخرين، لكن حنا تيوقع على العاتق ديالنا اننا نزيحوا هذا الثلوج. مره اخرى تنقول حنا معنيين بالطرق المصنفه، ومع ذلك دخلنا 687 كيلومتر اللي هي ليست مصنفه، وحاولت وزاره الجيز والنقل بالامكانيات والاليات اللي عندها انها تدخل فيها. راه انا القضيه ديال الرحل
اللي تكلمت عليها من تنقول أربعة أيام ديال الاشتغال واضطررنا أن نأتي بالآليات من مختلف الأقاليم. وداك الشيء صعيب لأنه مما تتكونش عندك طريق مصنفة يصعب حتى الاشتغال في ليلا، تتكون مضطر تشتغل في النهار لأنه ما تتكونش عارف طبيعة الحال شنو اللي غتلقاو قدامك. فاحنا إن شاء الله طبيعة الحال بعد هذا الذي يقع إن شاء الله عز وجل أن تمر الأمور بخير، أكيد أن مجموعة الأمور اللي قالوا السادة النواب ستؤخذ مع الاعتبار على مستوى الآليات، على مستوى التدبير، خاصة في علاقة إزاحة الثلوج بالجماعات الترابية اللي تيدخل ضمن الاختصاص ديالها الطرق الغير مصنفة اللي خصها تعطي لها الإمكانيات، ووزارة الجيش والنقل مستعدة بطبيعة الحال تعطي المواكبة التقنية ديالها. أنا كنت غير بغيت نقول لواحد السيد ما بقالكش. شكرا لكم السيد الوزير على تفاعلكم الطيب في هذه